السلام عليكم. عقدت اللجنة الأمنية بتعز لقاء استثنائيا للوقوف على آخر المستجدات والتطورات الأمنية التي تعيشها المدينة التي شهدت مسلسل اغتيالات شبه يومي استهدف أفرادا فاعلين في الجيش الوطني. قبل شهور قال محافظ تعز علي المعمري لقناة بلقيس إنه بصدد إرسال قوات أمن خاصة لحفظ الأمن في المدينة، لكن ما يحدث على الأرض هو ارتفاع منسوب الجريمة وانتشار عصابات يقول كثيرون إنها مرتبطة بالمخلوع صالح وتستهدف أفراد وقيادات الجيش الوطني. ويبدو من الواضح أيضا أن وزارة الداخلية في العاصمة المؤقتة عدن تخلت عن مسؤولياتها في تعز، فصارت الأخيرة بالفعل قطاعا منفصلا لا يتلقى الدعم والإسناد من عدن. مراقبون يقولون إن تعثر اندماج المقاومة في الجيش الوطني وتعدد القيادات العسكرية في المدينة وتوزع السيطرة على مربعاتها هو أهم أسباب الفوضى الأمنية الحاصلة فيها، لا سيما مع انتشار الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وكاتمة الصوت، إذ يمتلكها أي كان دون أدنى رقابة من السلطة. لكن إزاء هذا كله أطلقت اللجنة الأمنية بتعز في الأيام الماضية حملة للقبض على عصابة الاغتيالات التي ثبت تورطها في اغتيال ما يزيد عن 169 عسكريا ومدنيا خلال عام، بالإضافة إلى قطع الإنترنت ومنع الغناء في الأعراس والتعدي على المواطنين. وهنا نتساءل، هل ستقف الاغتيالات التي تستهدف أفراد الجيش والمقاومة في تعز؟ وما هو واجب الأحزاب السياسية التي وقعت اتفاقا يلتزم بفرض الأمن في المدينة قبل أيام؟ وإلى متى سيستمر انفلات فصائل المقاومة ورفضها الاندماج الكامل في الجيش؟ هذا ما سنحاول مناقشته في حلقة المساء اليمني لهذه الليلة مع ضيفنا عبر الأقمار الصناعية نائب المتحدث باسم الجيش الوطني المتحدث باسم الحملة الأمنية العقيد عبد الباسط البحر. سنبدأ النقاش معه ومع ضيوفنا بعد متابعة هذا التقرير. حملة أمنية واسعة أطلقها الجيش والشرطة في تعز للقبض على ما أسماها عصابات التخريب والاغتيالات في المدينة التي تشهد مقاومة واسعة منذ الانقلاب الذي تقوده ميليشيا الحوثي. الحملة الأمنية دخلت حيز التنفيذ، وبحسب مصادر ميدانية فإن الجيش والشرطة العسكرية داهما العديد من الأوكار التي تتمركز فيها بعض العصابات والخلايا المتطرفة في المدينة. المشهد الأمني في تعز يشهد تطوراً غير مسبوق، خصوصاً بعد الاتفاق بين المكونات السياسية، الأمر الذي وضع المسألة الأمنية وحضور الدولة في تعز ضمن أولويات المكونات السياسية والاجتماعية المساندة للشرعية ومشروع استعادة الدولة. الجهود الشعبية لتحركات الجيش الوطني في تعز تبدو واضحة من خلال النداءات الواسعة التي يتم إطلاقها من قبل الهيئات والشخصيات الاجتماعية والمدنية لجهود الأمن والجيش في مكافحة الجريمة المنظمة وعصابات الاغتيالات. اللجنة الأمنية في تعز هي الأخرى عقدت ما أسمته باللقاء الطارئ للوقوف على آخر المستجدات التي تعيشها المدينة، وخصوصا الاختلالات الأمنية بعد النجاحات العسكرية التي حققها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية. اللقاء ناقش مستجدات الأحداث الأمنية الأخيرة ووضع حلولاً ومعالجات سريعة لها لإنجاح الحملة الأمنية التي تتعقب المطلوبين أمنياً والخارجين عن النظام والقانون والمتورطين في قضايا الاغتيالات والاختطافات دون الإفصاح عن نتائج تلك الحملة. رئيس اللجنة الأمنية في تعز أرجع أسباب الاغتيالات إلى أن الحوثي وصالح اللذان فشلا في المواجهة المباشرة اتجها إلى استئجار وتوظيف العناصر المرتبطة بهما لإثارة بعض الاختلالات حد قوله. هذه الحملة حظيت بصدى إعلامي واسع خصوصا على الصعيد الإلكتروني، حيث تم إطلاق حملة إلكترونية حملت هاشتاغ مع الجيش الوطني ضد العصابات، وقد تم تداول هذا الهاشتاغ على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي. مجدد ترحيب بكم مشاهدينا الكرام، كما أرحب بضيف الذي ينضم لنا عبر الأقمار الصناعية من تعز سيادة العقيد عبد الباسط البحر نائب المتحدث باسم الجيش الوطني بتعز وكذلك المتحدث باسم الحملة الأمنية في المدينة. إذن أهلا بك بداية سيادة العقيد، لو تضعنا في صورة الحملة الأمنية التي أطلقها المحور في تعز.
بسم الله الرحمن الرحيم، أرحب بكم. وهذا أيضا جهد مشكور لقناة بلقيس أن تساهم في هذه الحملة الإعلامية والتغطية الإعلامية للحملة الأمنية. حقيقة محور تعز والجيش الوطني وقوات الأمن بجميع فروعه، الأمن، القوات الأمن الخاصة والقومي والسياسي والاستخبارات العسكرية، بالإضافة إلى الألوية العسكرية التابعة لمحور تعز، أعدت خطة أمنية لتعقب المطلوبين أمنيا. نحن لا نريد أن نفتح جبهة داخلية، أو عدونا معروف والمواجهة المباشرة في الجبهات معروفة، لكن هناك بعض المطلوبين أمنيا المتورطين في قضايا الاغتيالات، في قضايا القتل، في قضايا الاختطافات، في قضايا وضع الفواصل والحواجز والعوازل في الحارات. هؤلاء المطلوبين يعني تم تشكيل الحملة الأمنية، وتم تقسيم المدينة إلى مربعات، وتم وضع الحواجز الأمنية، وتم تكليف فصيل أمني من كل لواء للمشاركة في هذه الحملة الأمنية حتى الوصول إلى هؤلاء المطلوبين. تم إلقاء القبض على عدد كبير منهم، وهناك ما زال مجموعة من هؤلاء المطلوبين فارين من وجه العدالة، وسيتم التحقيق معهم بشفافية، وكل من يثبت تورطه سيحال إلى الجهات الضبطية والنيابة العسكرية والجهات المختصة، ومن ثبتت براءته سيتم إطلاق سراحه. أكرر أن الحملة هي ضد الخارجين عن النظام والقانون، ضد المتورطين في قضايا القتل والاغتيالات والاختطاف لأبناء الجيش وللمدنيين أيضا، بتعاون الجميع، بتفهم المجتمع، وسط ترحيب ومساندة من المجتمع. كل أبناء تعز يرحبوا بهذا. نعم سيد عقيد، لكن يعني أنت تحدثت عن ضبط لمتورطين، وكذلك أنتم عندما يعني قمتم بهذه الحملة، هل هناك أفراد مشتبه بهم؟ هل هناك جهات مشتبه بها يعني تقومون بملاحقتها؟ أعلنت أسماؤهم أم لا؟ نعم، هناك أفراد مشتبه بهم، وهؤلاء الأفراد معروفين وعليهم علامات استفهام كثيرة، ومطلوبين لعدة جرائم سابقة سجلت ضدهم، وجرى جمع المعلومة والتأكد من المعلومات بدقة، ثم يجري الآن التعامل مع هؤلاء الأشخاص. كما قلت لك، معظم هؤلاء الأشخاص غير عقائديين ولا إيديولوجيين، هم يعني قتلة ولصوص ومنحرفين ومدمنين. هؤلاء يعني أغلب الصفات، غير منظمين في جماعات أو مؤطرين، يعني معظمهم، أنا أتحدث عن الأغلب، غير مؤطرين في جماعات معينة أو فصائل معينة أو مجموعات معينة. هم مجموعة من المنحرفين، من اللصوص، من المدمنين، من الخارجين عن النظام والقانون، وكثير من الجيش الوطني، وأيضا المقاومة الشعبية، وأيضا يعني الحاضنة الشعبية أبدت استعدادها للتعاون في هذا الاتجاه. نعم، يعني سيد العقيد، عندما يقوم من وصفتهم بغير العقائدين وهم قتلة ولصوص ومخربين باستهداف أفراد في الجيش الوطني، ولا نتحدث عن عمليات جنائية بداخل تعز، يعني هناك من يتحدث على أن الأمر يوجه سياسيا باتجاه إفشال الأمر، أو يعني إفشال الوضع الأمني في تعز، و يعني أخذه إلى منحنى سلبي إن صح التعبير. هل هناك شيء من هذا القبيل بالنسبة لكم أنتم في الجيش؟ نعم، الأخ القائد حفظه الله، قائد محور تعز، أشار إلى هذه الحقيقة في كلمته أمس أمام اللجنة الأمنية. ماذا قال؟ كان واضحا أن هناك فشل
في المواجهة المباشرة من العدو، فشل في جميع الجبهات، لم يستطع أن يتقدم حتى شبرا واحدا أو أن يستعيد المواقع التي خسرها في الفترة الماضية. هناك تقهقر، هناك فرار لعناصره، هناك تقدم ملحوظ للجيش الوطني في أكثر من اتجاه، والمعارك مستمرة والتقدمات مستمرة. فلجأ العدو إلى هذا الأمر، وهو استثارة ويعني توظيف العناصر المرتبطة به والخلايا المرتبطة به بهدف إحداث هذه الاختلالات وبهدف إشغال الجيش الوطني عن المجهود الرئيسي والاتجاه الرئيسي باتجاه الاتجاه المباشر باتجاه العدو. فبدأ يختلق مثل هذه القضايا. أيضا هي ارتبطت بأمور أخرى، هناك الآن تحشيدات في الجبهة الشرقية والجبهة الغربية وفي جبهة الصيل وحيفان وعدد من جبهات تعز، هناك تحشيدات قوية للعدو، وهناك أيضا تصريحات لقيادات في العدو بأنهم ينوون خلال هذه الأيام الهجوم على وخصوصا الجبهة الشرقية، وأنهم سيصلون إلى مبنى محافظة تعز. ترافق هذه التصريحات مع هذه التحشيدات مع يعني حوادث الاغتيالات التي تقوم بها هذه العناصر. طيب إذا كيف يمكن الموازنة بين هذا وهذا؟ والقانون. كيف يمكن الموازنة بين الأمرين، بين حماية المدينة من قوات وميليشيات المخلوع والحوثيين، وكذلك في ذات الوقت استمرار في هذه الحملة الأمنية وضبط من يعملون يعني مواجهة الجيش الوطني والقوات الأمن في تعز من الداخل؟ نعم، هناك عدة خطوط عريضة في هذا الجانب. أولا وقبل كل شيء، بالنسبة للعدو المباشر فيعني جرى التأكيد على رفع الجاهزية وعلى رفع درجة الاستعداد القتالي العالي والكامل بالنسبة للجبهات وخصوصا جبهات الشرق وغرب المدينة. وأيضا هناك تفعيل للأجهزة الأمنية الاستخباراتية، جهاز الأمن القومي وجهاز الأمن السياسي والاستخبارات العسكرية وغيرها. هذه أجهزة تتبع الجيش سيادة العقيد؟ يعني تم نعم تتبع الجيش أم ترفع تقاريرها للجنة الأمنية عموما؟ هي اللجنة الأمنية هي حاليا برئاسة قائد المحور اللي هو قائد الجيش الوطني في تعز، الأخ اللواء الركن خالد فاضل حفظه الله، فهو المسؤول عن اللجنة الأمنية ومسؤول الجيش حاليا في تعز ونائب رئيس اللجنة الأمنية والقائم بعمل رئيس اللجنة بحكم عدم وجود الأخ المحافظ. طبعا هناك تم اقتراح أن يتم تعزيز الجبهة الأمنية بفصيل أمني من كل لواء، وأيضا ببعض الأطقم العسكرية والمدرعات العسكرية من كل لواء عسكري، يتم دعم الجهات الأمنية بهذا. أيضا قوات الأمن الخاصة أيضا ساهمت مشكورة بعدد من الأطقم العسكرية إلى مدينة تعز. أيضا تم تقسيم المدينة بشكل كامل إلى مربعات أمنية في نطاق، كل مربع يخضع لنطاق لواء معين حفظ الأمن وتتبع طيب العناصر المشبوهة والمطلوبة من اختصاص اللواء المسيطر على الجبهة. هل وصلتكم يعني دعم بالنسبة لكم أنتم في الجيش الوطني في اللجنة الأمنية لتعز، هل وصل دعم بصدد تحسين أداء الجيش وبصدد يعني من أجل تفعيل عمله والمساعدة في فرض الأمن بداخل المدينة؟ حقيقة يعني هناك تواصلات وهناك اتصالات تجري بيننا وتنسيق على درجة عالية بين الجيش الوطني في تعز وأيضا القوات الأمنية في تعز، الحملة الأمنية بشكل عام، مع الإخوة في الحكومة الشرعية وأيضا مع قيادة التحالف، وهناك مباركة وهناك تأييد كبير من قيادة التحالف وفي المقدمة الأشقاء في المملكة العربية السعودية لما يقوم به الجيش من حفظ الأمن وبسط سيطرة الدولة والمؤسسات الرسمية على المدينة.
والأخ القائد قائد المحور اليوم هو في عدن أيضا للقاء قيادة الشرعية وقيادة التحالف، ونحن نؤمل خيرا إن شاء الله عز وجل، وإن شاء الله أن تكون أن نسمع خير وأن يكون هناك أيضا دعم أقوى خلال المرحلة القادمة. طيب أنت تطرقت إلى نقطة المحافظ، هناك حديث حول أهمية وجود المحافظ بداخل المحافظة لقيادة هذه العمليات كلها باعتباره رأس السلطة المحلية بداخل المحافظة، لكن الآن باعتباره متواجد في عدن كما قلت أنت الآن، كيف يتم التنسيق بينكم وبينه في هذه الأمور؟ الأخ المحافظ حفظه الله يعني يبذل جهود مشكورة في متابعة قضايا تعز الإدارية والمالية، وأيضا توفير بعض الدعم الذي يستطيع ويقدر عليه، ويتواصل مع الحكومة الشرعية ومع رئاسة الجمهورية ومع الإخوة أيضا في قيادة التحالف العربي، ويبذل جهود في هذا الجانب. وإن كان أيضا قضية التواجد في المحافظة هي يعني أيضا قضية معنوية وقضية أيضا تكتسب أهمية في هذا الجانب، لكنه متواجد بإجراءاته، متواجد بدعمه، متواجد بمتابعته لقضايا تعز بهذا الخصوص. هناك أيضا أخي أحب ألفت أنه هناك أيضا كثير من الوجاهات تعز ومن القيادات المحسوبة هنا أو هناك، ومن أيضا الشخصيات الشخصيات الاجتماعية تبذل جهود ل يعني تسليم هؤلاء القتلة، ويعني التوسط لتسليم هؤلاء المطلوبين أمنيا إلى أجهزة الدولة. هل هم قتلة أم أنهم يعني ما زالوا مشتبه بهم؟ يعني هم متهمون أم مشتبه بهم؟ في مشتبه بهم، لكن في عناصر في جمعت عليهم معلومات وجمعت تحريات دقيقة ومضبوطات، ويعني شاركوا في أكثر من عملية وكذا، فبعضهم وأيضا كان لهم سوابق سابقة. قلت لك أنا معظم هذه العناصر المطلوبة الآن الخارجة عن النظام والقانون هم مجرمين سابقين، يعني كان لهم سوابق حتى قبل هذه الأحداث الأخيرة التي قبل الانقلاب، لكن وظفهم الانقلاب وارتبطوا أيضا ببعض الخلايا الأمنية والاستخباراتية التابعة للمخلوع والحوثيين، نعم، وتم توظيفهم لإيذاء أبناء تعز ولإلحاق الأذى والضرر بسمعة تعز الحضارية. طيب، والمدنية. وضحت هذه النقطة سيادة العقيد، لا تقبل هذا التوجه. نعم، وضحت هذه النقطة سيادة العقيد. دعنا نشرك معنا في الحوار الآن، وأرجو أن تتفضل بالبقاء معي. دعنا نشرك معنا في الحوار الناشط السياسي السيد صلاح أحمد. أهلا بك بداية أستاذ صلاح. أهلا وسهلا فيك أستاذ وديف أمان، وأهلا بكل المشاهدين الكرام. حياك الله. إذا أستاذ صلاح، هناك اغتيالات بجملة راح ضحيتها مواطنون وكذلك أفراد فاعلين في الجيش الوطني. يتحدث العقيد عبد الباسط البحر عن ضبط لعدد من المشتبه بهم وحتى عدد من المتهمين. برأيك هل هذه العمليات التي تمت بأهداف سياسية، هل بالفعل هي جيوب وخلايا للمخلوع صالح وميليشيات الحوثي؟ اولا انه لابد انه نعرف انه الوضع الامني في تعز في الفتره الماضيه مزر للغايه، لدرجه انه لا يوجد اي تحركات من اجل ايجاد المؤسسه الامنيه الحقيقيه في تعز. لا يوجد هذه المؤسسه الامنيه الحقيقيه. طوال الفتره السابقه كان الانفلات هو السائد، الانفلات الامني نحن نتحدث، بعلم ومباركه الجميع من الرئاسه والحكومه والسلطه المحليه وقياده الجيش والمقاومه، وكنا نقول انه لابد من ضبط هذه المساله، إذ أنه ليس من المعقول أن تتحرر مناطق من سيطرة الانقلابيين وتركها للمجهول وعبث العابثين. طيب أين الخلل برأيك أستاذ صلاح؟ أين هو الخلل برأيك؟ أنه لا توجد مؤسسة أمنية في طوال الفترة السابقة. طوال الفترة السابقة كنا نلتقي، خلينا أوضح لك بس هنا في هذه النقطة، يعني طوال الفترة السابقة كنا نلتقي في العميد المغبشي رحمه الله، كان يقول لنا انه لا توجد لديهم اي امكانيات لضبط الامن في المدينه، يعني لا توجد مؤسسه امنيه حقيقيه قد ما كانت موجوده شكليه، الان لا توجد حتى شكليا، يعني منذ ان مات مدير الامن السابق منذ شهرين الى اليوم لم يعين مدير امن في تعز، تخيل يعني مدينه فيها انفلات امني
لا يوجد فيها مدير امن. هذه ابسط مثال. طيب يعني الان بوجود الجيش، يعني بوجود هذه اللجنه الامنيه التي شكلت وبوجود حمله امنيه تقودها هذه اللجنه الامنيه برئاسه قياده المحور، وهناك اجهزه امنيه، الجهاز الامن القومي، يتحدث العقيد عبد الباسط البحر، وكذلك امن سياسي واستخبارات عسكريه، هل من المتوقع ان تثمر في مساله ضبط الامن بداخل المدينه لانهاء مسلسل الاغتيالات الذي اقلق المدنيين؟ هذا ما نتمنى، هذا ما نتمنى، ان هذه الحمله الامنيه تحقق للناس امالهم، تحقق تكون عمليه وليست عمليه مقتصره على تحقيق غرض معين ومن ثم عوده الامور الى ما هي عليه. هذا ما نتمنى، ان العمليه تمضي الى اخرها بتحقيق الامن للناس، بالقضاء على اصحاب الجدايات والذين يضايقون التجار والذين يضايقون المواطنين، بالقضاء على العصابات وسرقات المنازل، بالقضاء على القتلة وأصحاب والذين يمارسون الاغتيالات بحق الجيش الوطني والمقاومة الشعبية. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا. الحملة يعني نعم. وليس مجرد، لأن نعيش في مدينة فيها الكثير من الخذلان. فهمت عليك. إذن أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا أستاذ صلاح. أعود إلى سيادة العقيد عبد الباسط الباحث. سيادة العقيد، إذن تساؤلات عديدة حول الوضع الأمني بطبيعة الحال، ويعني للمدنيين الحق في التساؤل والخوف حتى على أرواحهم، باعتبار أن مسلسل الاغتيالات كما يعني سجلت الأرقام أنه استهدف ما يزيد عن 169 عسكرية ومدنيا خلال عام واحد، هذا بالإضافة ل يعني أمور أخرى، هذا يضع الأمر يعني بشكل جدي بالنسبة لكم أنتم في اللجنة الأمنية. برأيك متى يمكن القول أن هذه الإشكالات سوف تنتهي؟ أخي الكريم، أولا وقبل كل شيء لك وللضيف وللمشاهدين مشاهدين قناة بلقيس الأكارم، أقول لهم أن هذا الوضع وضع يعني ممكن متفهم، لأنه نحن في حالة حرب. ومعنى أننا في حالة حرب، أيضا هذه الحرب كانت حرب تدميرية شاملة، يعني تم تدمير مؤسسات الدولة تماما، تم تدميرها ماديا ومعنويا، يعني لا أفراد ولا آليات ولا إرشيف ولا وثائق، ولا تم تدمير مؤسسات الدولة بشكل ممنهج. أيضا قصفت هذه المنشآت الأمنية وتم إحراقها وتدميرها. وبالتالي عندما نتحدث عن إشكالية أمنية، ينبغي أن نأخذ في الاعتبار جميع هذه الملابسات، أن مؤسسات الدولة استهدفت ونحن نبني مؤسسات من الصفر. لكن هناك من يطرح يعني أن يعني عملية البناء ربما تأخرت كثيرا، يعني هناك اغتيالات تجري بشكل يومي، وكذلك ما يسمع عن أخبار أن هناك إشكاليات في مسألة دمج المقاومة، هناك إشكالات أمنية أحيانا ما بين ألوية عسكرية تحدث أحيانا، هناك إشكالات ما بين جبهات معينة بداخل جبهة الشرعية في تعز. قلت لك نحن أخي الحبيب لسنا في وضع طبيعي، نحن في وضع استثنائي. معنى وضع استثنائي أن هناك حرب، وأن هذه الحرب لها وسائل مباشرة ووسائل غير مباشرة. هناك مواجهة وهناك من الأمام وهناك مواجهات من الخلف، هناك طابور خامس، هناك خلايا نائمة، هناك اختراقات، هناك توظيف لعناصر هنا وهناك. طيب بالنسبة لمن طبيعي يحدث في لمن تم القبض عليهم بعجالة في جميع المواجهات، سيادة العقيد لضيق الوقت بعجالة، بالنسبة لمن تم القبض عليهم هل تجري التحقيقات الآن معهم؟ ما جديد هذه التحقيقات؟ نعم هناك تحقيقات، وهذه التحقيقات التي تجري أنا أعتبرها أنها أكبر من المعركة التي يعني تفيد الجيش واللجنة الأمنية، أكثر المعلومات التي يدلوا بها أكثر بكثير من المعركة التي تدور يعني ميدانيا لتعقب هؤلاء الجنود. طيب سيادة العقيد بسؤال أخير، هناك معلومات كثيرة ستقود لي بسؤال أخير. نعم. هل ستنقلون نتائج هذه التحقيقات لوسائل الإعلام أول بأول؟ أرجو إجابة منك بنعم أو لا.
المعلومات التي ليس فيها ضرر على تعز وأبناء تعز وعلى الجيش والمقاومة سيتم إعلانها. نعم. كل ما يمس الضرر أو أشكرك. يعني سيؤثر على قضية التحقيقات أو سيؤثر على مجرى العدالة أو تعقب الجناة، هذه سيتم التحفظ عليها بلا شك. أشكرك العقيد عبد الباسط البحر، نائب المتحدث باسم الجيش الوطني بتعز والمتحدث باسم الحملة الأمنية في المدينة، شكرا جزيلا لك. وقبل العودة إلى الناشط السياسي الأستاذ صلاح أحمد، مشاهدينا الكرام سنذهب إلى فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني التي تناقش الوضع الأمني في تعز، وإلى متى سيستمر مسلسل الاغتيالات بداخل هذه المدينة والانفلات الأمني فيها والحملة الأمنية التي تقوم بها اللجنة الأمنية بداخل تعز. أعود إلى ضيف الأستاذ أحمد أو صلاح أحمد الناشط السياسي الذي هو معي عبر الهاتف من المدينة. أستاذ صلاح، إذن هناك من يتحدث بأن المشكلة أو الخلل في هذا المشهد هو تعثر موضوع دمج المقاومة في الجيش الوطني، وجود فصائل قد ربما لا تلتزم بما يصدر من أوامر بالنسبة للجيش الوطني، كيف تقيم أنت المشهد هناك؟ هذه جزء من المشكلة وليست المشكلة بالكامل. مسألة التعثر في الألوية هناك كثيرة جدا، هناك أمور عسكرية يعرفوا كيف يديروا هذه المسألة، ويعرفوا أيضا هناك كيف الطرق التي يجب دمج المقاومة في الجيش. يعني هذه نقطة واحدة فقط مما ذكرت، لكن المسألة هو عملية التأخير في الخوض هذه المعركة كلفت تعز وكلفت المقاومة شيء كثير، كلفت تعز على صعيد الضحايا شيء كثير، وكلفت المقاومة على صعيد سمعتها وهيبتها ايضا وجمهورها وحاضنتها ايضا شيئا. طيب استاذ يعني صلاح، عندما يتحدث يعني يقول سياده العقيد عبد الباسط البحر ان المدينه والمحافظه بشكل عام تم تدمير مؤسسات الدوله فيها، وما يتم الان هو محاوله انشاء هذه المؤسسات من الصفر، ومن ثم مواجهه المشاكل الامنيه، وهناك اساسا حرب لا زالت مع ميليشيات الحوثي والمخلوع، هل يعتبر هذا المبرر مقبول بالنسبة للمدنيين في المدينة؟ كان مقبول هذا المبرر سابقا، أما الآن لا يمكن قبوله. لماذا؟ نحن يتواجد لدينا داخل المدينة 4 معسكرات ولا يوجد أمن، هذا ليس من المعقول، بل هذا جريمة. يعني أنه يتواجد 4 معسكرات عسكرية وموزعة على مناطق ومربعات ومع ذلك لا يتواجد أمن في محيطها. طيب يعني باعتبار أن هناك حملة أمنية بدأت، وهناك أيضا يعني حملة إعلامية داعمة لهذه الحملة الأمنية، هناك هاشتاج أطلق اليوم تقريبا مع الجيش الوطني ضد العصابات، كيف ترى أن الأمور إلى أي يعني إلى أي مسار ستسير هذه الحملة الأمنية في داخل تعز؟ هذه الحملة الأمنية نتمنى لها النجاح، وهي حملة مهمة جدا، حملة من أجل حياة الناس، من أجل معيشتهم، من أجل إعطاء نموذج لمسألة التغيير، لمسألة هذه محافظة التغيير، محافظة الثورة، هذه يجب أن يكون هناك نموذج في هذه الحملة، بداية خير نعول عليها، نتمنى أنه تستمر، نتمنى أنه تحقق ما خرجت من أجله، أيضا ما خرج الناس من أجله من التغيير، من مقاومة لميليشيات الانقلاب، يجب أنه نأتي بالعكس وليس نأتي بنموذج الانقلاب. أشكرك الناشط السياسي الأستاذ صلاح أحمد، كنت معنا عبر الهاتف من تعز، وينضم إلينا مشاهدينا الكرام أيضا من تعز المتحدث باسم شرطة تعز السيد أسامة الشرعبي. أهلا بك أستاذ أسامة.
اهلا وسهلا بكم واسعد الله مساءكم، ونشكر قناه بلقيس اهتمامها بالوضع الامني بالمحافظه. حياك الله استاذ اسامه. اذا في البدايه، ما هو تعليق شرطه تعز على الحمله الامنيه التي يبدو انها جاءت متاخره، يعني بعد مقتل الكثير من المدنيين والعسكريين داخل المدينه؟ ليس تعليق. يقول ما دور اداره عام شرطه تعز؟ نحن عملنا مع قيادة المحور وقيادة الجيش الوطني في المحافظة على مدى الأيام الماضية في اجتماعات اللجنة الأمنية على تشكيل هذه الحملة. نحن نتوجه بالشكر الجزيل إلى قيادة الجيش الوطني وقيادة محور تعز لاستجابتها للحالة الأمنية والملحة في تعز لتشكيل هذه الحملة الأمنية، حيث أن إدارة الأمن إلى الآن أو الأجهزة الأمنية بشكل عام لم تكتمل بنيتها، والجميع يعرف انه الاجهزه الامنيه هي كانت على راس خيمه استهداف الانقلاب منهاره تماما، واعطيت الاولويه لبناء الجيش، لكن استجابه الجيش كانت موفقه وجيده ولو انها تاخرت قليلا، لكن نتمنى انه تعطي ثمارها حاليا بالحمله الامنيه ان شاء الله. يعني قوات الشرطه في تعز تشارك في هذه الحمله الامنيه؟ نحن نشارك عمليات، يعني عملياتها في في التنسيق والاستخبارات، يعني الجهاد المنظومه الامنيه بشكل عام هي تعمل، يعني نحن في اطار اللجنه الامنيه في المحافظه يعني كأعضاء فيها، نحن وبقية الأجهزة الاستخباراتية الأمنية نعمل جنبا إلى جنب مع الحملة الأمنية، لأنه لا نمتلك عتاد النزول الميداني، ليس لدينا أي إمكانية، لكن إمكانياتنا المتاحة في التحريات ورسم الاستراتيجيات والخطط والمتابعة والمشاركة في التنفيذ موجودة. طيب، الحديث عن الإمكانات سيد الشرعبي، عندما نتحدث عن أن كانت هناك وعود بالنسبة لكم من قبل المحافظ حول يعني مد قوات الشرطة بأطقم، ربما أيضا بقوة بشرية ومدرعات كذلك، ما الذي حصل في سياق هذا الأمر؟ والله الذي حصل هو ما يحصل في عموم جهاز الدولة بشكل عام. نحن لا نتكلم على بنية الدولة بشكل نموذجي بحث، يعني هناك قصور، ونحن نقدر ايضا، نحن يعني نناشد الحكومه، نناشد القياده الشرعيه ان تلتفت التفاته جاده للجانب الامني، ومع ذلك نحن نقدر وضعها الذي تمر به، يعني في الضغط العسكري الضغط الميداني، الضغوط السياسيه التي تعاني منها، الملفات شائكه على الحكومه، لكن مع ذلك هناك استجابه، هناك وعود بدأت تتحقق منها، يعني شيء بسيط مثل صرف الرواتب، تبدأ نشكل كيان الجهاز الأمني، ونحن موجودين بتوفير المعدات، ما زالت كلها وعود إلى الآن صراحة، لكن نحن متفائلون. طيب، أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا. ينضم إلينا الآن مشاهدينا الكرام الأستاذ غمدان اليوسفي الصحفي الذي ينضم لنا عبر الهاتف من القاهرة. أهلا بك أستاذ غمدان. اهلا وسهلا، حياكم الله استاذ غمدان. اذا هناك لجنه حمله امنيه في تعز، هناك لجنه امنيه عليا بقياده قائد محور تعز، هناك ما يبدو انه نيه لضبط الامن في المحافظه بشكل عام في المدينه خصوصا، كيف تتابع كل ذلك؟ والله انا اولا يعني اشعر يعني بالاعتزاز ان هناك رجال في تعز يحملون هذا الهم، برغم انهم ربما يشتغلون بانفراد، بمحبه ذاتيه، باداره ذاتيه، خصوصا في ظل غياب يعني قياده المحافظه، يعني مع احترامي لهم يعني باسمائهم وصفاتهم، لكن ربما هذا الغياب الذي يصنع اهتزاز في النفس للمواطن، او يصنع اهتزاز للنفس ايضا في المسؤول الثاني والثالث وكل مراتب المسؤوليه في هذه المدينه، فان يقوم قائد المنطقه او مدير الشرطه او يعني رئيس الشرطه العسكريه او هذه المسميات كلها، ان يقوموا بادوارهم
دون أن يكون هناك قيادة تهتم بهم سواء ماديا، تهتم بقواتهم، تهتم بأجمعهم، ودون تواجد الحكومة بشكل فعلي في هذه المدينة. أعتقد أنه يعني هذا يمثل يعني نوع من أنواع يعني بذل الغالي والنفيس في يعني الذاتي في سبيل استقرار هذه المدينة. وهذا أعتقد أنه سيحسب لهم شخصا سيحسب لهؤلاء الجنود الذين سيعملون في الميدان أو يعملون في الميدان فردا، ولن ينسى المواطن التعزي. أعتقد أنه التجاوب الذي حصل عند الناس، الأمل الذي ارتفع يعني سقفه في ظل كل هذه الظروف، في ظل كل هذه الصعوبات، في ظل كل هذا الحصار، في ظل يعني غرق أكثر من 18 شخص في بالسيول في هذه المدينة، في ظل كل هذا مع ذلك يظهر في يعني في هذه المرحلة رجال يحملون على عاتقهم مثل هذه المهمة العصيبة. وأعتقد أنه الناس ستقف إلى سندهم إلى جوارهم لأنهم يشعرون بالأمل أن هناك أشخاص يتحملون هذا العبء بدون وجود الدولة في هذه المدينة، بدون وجود الحكومة، بدون وجود يعني نحن نتحدث عن وزير واحد زار المدينة أو زار المحافظة، لا نقول زار المدينة كلها لكن زار مناطق جغرافية محددة في المحافظة منذ يعني قرابة عامين يعني. وهذا يدل كم أن هذه المحافظة تتحامل على نفسها، تحاول أن تنتعش في ظل هذا الضغط الحقوقي العالمي الذي هو ضغط في اتجاه نسيان هذه المدينة من هذا الحصار، من هذا القصف اليومي، من هذا الدمار والخراب. ومع ذلك هذه المحافظة تتحامل على نفسها وتكبر على نفسها، وستكبر حتى على هذه الميليشيات التي تحاول أن تكون شوكة في 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 في, في حنجرة المدينة. مع ذلك أعتقد أنه يعني كلمة الناس هي التي تنتصر، كلمة الناس الذين لديهم حس بالمسؤولية هي التي ستنتصر، كلمة الناس الذين لديهم إحساس بأن هذه مدينتهم يجب أن تنفض غبارها وأحزانها هي التي ستنتصر مهما قسى عليها الدهر، مهما قست عليها الأيام. أعتقد الناس سيكنون كل الاحترام وكل التقدير لهؤلاء الذين يعملون في الميدان. أما أولئك الذين تعامسوا أو هربوا من المسؤولية في ظل حاجة الناس لهم وكانوا قادرين أن يفعلوا شيئا ولو حتى مجرد تواجد يعني لأيام، مجرد حضور شكلي سواء للمحافظ أو لوزراء الحكومة أو للحكومة نفسها، يعني أعتقد أنهم يعني سيكونون هم الخسرانين في كل هذه المعادلة. وسيبقى الأسماء التي تعمل في هذه المدينة لأجل الناس ولو بأقل القليل من الإمكانات. نعم. طيب، لكن بالمقابل يعني أستاذ غمدان، عندما تحدث عن اغتيالات كانت شبه يومية، حديث عن أكثر من 169 اغتيال خلال عام، هذا رقم كبير ربما بداخل مدينة كتعز، مدينة معروفة بمدنيتها بدرجة أساسية. ما الذي يمكن أن يعني يشعر المواطنين أكثر بالأمان في ظل هذه الأوضاع؟ ما الذي يمكن أن يقوموا به هم أيضا لمساعدة رجال الأمن؟ أولا يعني أنا من منظور شخصي يعني أقرأ هذا يعني هذا العمل أن هؤلاء الجنود الذين تم تصفيتهم من جنود وصف جنود وضباط، أعتقد أن هؤلاء الذين لم تستطع ميليشيات الحوثي وصالح أن تغتالهم أو تقتلهم في مواقع الشرف والبطولة والصمود في 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 في, في جبهات المدينة، فأعتقد أنها ارتأت أن تتخذ الأسلوب الذي اتخذته هذه الإدارات في العاصمة صنعاء في مرحلة 2011-2013، يعني حين بدأت التصفيات الممنهجة في صنعاء وفي يعني في كل الشوارع في العاصمة صنعاء. أعتقد أنك كنت تلاحظ تلك الحملة التي قامت بتصفية المئات من ضباط الأمن السياسي، تحديدا كان التركيز على ضباط هذه المؤسسة العسكرية تحديدا. وأعتقد أن العمل كان ممنهجا، وهذا يعني والجميع يعني برغم أنه كانوا ضباط ليسوا معروفين، ليس لهم أدب، لكن الذي اغتالهم في تلك الطرق يعني عبر الدراجة النارية يعني اليوم هو من يقوم باستخدام هذه الآلية في محافظة تعز. فتلاحظ أنها تصفيات منهجة فقط للعسكريين
أنا لا أتحدث، لا أربط هذه بينها وبين أمن المواطن البسيط العادي، لأنه في النهاية الأمن المواطن البسيط العادي هو الذي تسقط عليه القذائف يعني من هذه الجبهة أو تلك يعني من قبل الحوثيين وصالح، وكذلك الضغط الحاصل عليهم في الوضع الإنساني وفي الطرقات الوعرة والحصار. أما هذا أنا أعتقد أعتبر أن جزء من الحرب القائمة على يعني جنود القوات المسلحة، وبالتالي أعتقد أنه القوات المسلحة باز عليها النظر إلى هذا الموضوع على أنه جزء من جزئيات الحرب، وبالتالي التجول ربما للجنود في بملابسهم العسكرية في داخل المدينة، يعني كثير من الإجراءات التي يمكن أن تتخذ في السياق، وأيضا كثير من الملامح التي تبين لهم مدى الاختراقات التي داخل المدينة. وأعتقد أن السلطات الأمنية قادرة على الأقل أن تتبع بعض الخيوط فيما يتعلق بهذه الاغتيالات. نعم. والموضوع مرتبط ليس في تعز، ولكن هذه الجماعة عروقها في العاصمة صنعاء، عروقها في الأمن القومي الذي كان يديره شقيق الرئيس، في الأمن يعني في كل مفاصل الإدارة الأمنية لعلاقة المصالح، وهذه هي من تعمل اليوم ربما بهذه الطريقة. وأعتقد أنه المسألة واضحة، لا تحتاج لأن نرمي باللوم على طرف يوجد مدينة. نعم. طيب أستاذ غمدان، أرجو أن تتفضل بالبقاء معي. أعود إلى المتحدث باسم شرطة تعز نقيب أسامة الشرعبي. سيد الشرعبي، إذن الآن ما هو المطلوب؟ يعني ما هي الإمكانات التي يمكن أن تساعدكم أكثر في تعزيز الأمن بداخل المدينة؟ ما هي الأشياء التي يمكن أن تطلبونها من المواطنين أنفسهم لمساعدة رجال الأمن في فرض الأمن بداخل تعز؟ بداية أنا أبعث رسالة تطمين، وقراءة الأخ غمدان قراءة موفقة للوضع في تعز، أشكره على كل ما تفضل به. ونحن نلخص كلمة نقولها نيابة عن أبناء تعز وعن أجهزتها ورجال دولتها المتواجدين فيها: تعز لن تكون إلا حاضنة الدولة المدنية وحاملة مشروع اليمن الاتحادي الكبير. هذه تعز هي من خرجت في فبراير 2011 واستمرت في النضال، وإلى الآن تدفع ثمن خيارها في يعني إصلاح الوضع ورؤيتها نحو إصلاح الوضع. أما بالنسبة لما هو مطلوب مزيد من التكاتف، أولا أنا سأخاطب الداخل بالإمكانات الموجودة، ونحن نعمل بإمكانياتنا الذاتية بتكاتفنا كما تحققت النجاح بفترة وجيزة من خلال الحملة الأمنية. نحن قادرون بتكاتف أجهزة الدولة والأجهزة العسكرية والأمنية داخل المحافظة، قادرون على بسط الأمن بإمكانياتنا المتاحة، لأنه قلت لك تعز لن تكون إلا حاضنة الدولة المدنية ونابذة لكل مشاريع التطرف من أي جهة كانت. أشكرك يعني المتحدث. نعم. أبناء تعز ملتفون حول المؤسسات، أبناء تعز ينشدون الأمن والأمان وأجهزة الدولة، وهذا بالفعل أملنا وهذا ما نعول عليه. أشكرك إذن المتحدث باسم شرطة تعز النقيب أسامة الشرعبي، شكرا جزيلا لك والمعذرة على ضيق الوقت. وقبل العودة إلى الأستاذ غمدان الشرعبي، عفوا غمدان اليوسفي، أستاذ غمدان، سنتابع وإياكم مشاهدينا الكرام بعض من التغريدات حول هاشتاج مع الجيش الوطني ضد العصابات، التي وهذا الهاشتاج الذي بدأ بالانتشار اليوم على وسائل التواصل الاجتماعي. نتابع بعض التغريدات في هذا الهاشتاج. هناك من يقول، الباهوت يقول: من يملك ذرة انتماء للوطنية فليقف مع الجيش في معركة استرداد تعز وحلمها بالتحرير، من لم يقف فهو عدو مبين. غمدان اليوسفي ضيفنا يقول: روح تعز بحاجة للسعادة من براثن القهر والاختلالات، تنتصر تعز بمساندة كل أولادها لهزيمة مشروع الحوثي وصالح. الشرعبي يقول: جماعات الاغتيال وعصابات النهب والفوضى أعداء للحياة والإنسانية وأمر عائق أمام عودة الدولة، هاشتاج مع الجيش الوطني ضد العصابات. أيضا عبد العزيز المجيدي يتحدث: لتتشابك الأيادي في مواجهة الفوضى وفرق الجريمة في تعز، خطر التحدي الأمني يوازي خطر ميليشيا الانقلاب الإجرامية. وهناك الكثير من التغريدات التي يعني يتفاعل معها إعلاميون وناشطون وصحفيون وحتى مدنيون عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وبهذا أعود إلى سؤال أخير إليك أستاذ غمدان، وأرجو منك الإجابة في 30 ثانية. برأيك،
هكذا فعاليات إعلامية أو تفاعلات تظاهرات إعلامية إن صح التعبير إلى أي مدى ممكن أن تسهم في تعزيز الروح الإيجابية بخصوص الحملة الأمنية في تعز؟ يعني يجب أن لا نستهين بكل جهد، سواء الجهد بالحرف أو الجهد بالكلمة. أعتقد اليوم الناس صارت لديهم، معظم الناس برغم يعني وفقرها ومعاوزهم، لكن هذه الوسائل اليوم أصبحت في أيديهم وأصبحوا يتابعون كل جديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي. فأعتقد أنه كل شخص يعني مهتم بهذه التواصل، كل شخص يجب أن يسمع هذا الكلام، كل شخص يجب أن يشعر أيضا بالمقابل بما يجب عليه تجاه محافظته بكل كلمة، باتصال، بالوقوف بما يعني يمكن أن يقوم به المواطن البسيط. في النهاية هي خدمة متبادلة ما بين المواطن ومحاولة إيجاد الدولة ليكون الجميع يدا واحدة لإعادة هذه المدينة إلى مدنيتها. أشكرك الصحفي غمدان اليوسفي، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة، شكرا جزيلا لك أستاذ غمدان، كما والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام ولجميع الضيوف الذين كانوا معنا في حلقة اليوم. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي أنا وجيه السمان والزملاء محمد المقبلي وأسامة القطيبي وجميع أفراد الطاقم الفني. إلى اللقاء.